الو، مدام عاد. اهلا بحضرتك دكتوره بسنت، اهلا بيكي. الحمد لله على السلامه. كنت مسافره مش كده؟ كنت في امريكا. خير؟ سبب الزياره ايه؟ لا، كنت في زياره للكونجرس والبيت الابيض، كانت زياره رسميه يعني عشان بخصوص نتبادل طب كلمينا عن الزياره، ما ينفعش افوتها يعني. شوفي حضرتك، مهمه قوي انك تعرضي دايما وجهه نظرك باتصال مباشر. العلاقات بين المجالس النيابيه هامه للغايه، لان المجالس النيابيه هي اللي بتخطط السياسه. أيوة. وهي اللي بتمثل الشعوب، خصوصا أيوة. في الولايات المتحده الامريكيه. مهما انا اقول لحضرتك اهميه الكونجرس هناك، اي مش عايزه اقول لحضرتك اهم بكتير من جهات رسميه اخرى. ايوه فكان طبعا. فكان لازم نروح نعرض احنا بنعمل ايه، وصلنا لايه، وناويين على ايه، في اي التانية. مجال دكتوره بسنت؟ يعني كنت في اربع بتتكلموا مجالات اساسيه. ايه المحاور؟ ايوه اتفضل. اولا المحور الاولاني هو التحديات اللي بتواجه مصر. احنا بتواجهنا تحديات اساسيه، اولها الارهاب. ثانيها، وحضرتك شفتي ان الرئيس ترامب اتصل ب السيد رئيس الجمهورية وأكدوا التعاون معاه في هذه القضية الخطيرة. التحدي الثاني هو تحدي مهم جدا، هو تحدي عدد الشباب اللي عندنا. احنا عندنا أكثر من نصف الشعب المصري شباب. طبعا. وهذا العدد الهائل لازم يتوجد له فرص عمل، وإلا يبقى قنبلة موقوتة تفرقع. أيوه. لان دول اقل من 35 سنه وعددهم يزيد عن 50 مليون. تمام. التحدي الثالث هو الميه. احنا عندنا ال 100 مليون، والبلاد العربيه والافريقيه الخطيره بعدها فيهم مليار وشويه. لازم نشوف حل لموضوع الميه، سواء كان عن طريق حل المشكله مع الحبشه او وسائل تكنولوجيه حديثه تساعدنا على اعاده تدوير المياه. ايوه. التحدي الرابع برضه وهو التحدي الاقتصادي بقى. انت حضرتك عندك خطه لازم للتنميه الغذائيه، يا ما تيجي تقولي انا هعمل ايه في الزراعه، هعمل ايه في الاسماك، هعمل ايه في الصناعات اللي هتقام عليهم، لان تحدي الامن والاستقرار الغذائي ده تحدي هائل. طبعا. التحدي الاخر وهو مرتبط بالاقتصاد، الاستقرار الاجتماعي. انا لو ما عنديش اقتصاد ينمو بنسب مقبوله بعدد الشباب الهائل ده، وانا عندي ثروات مش عايزه اقول مش عارفه استخدمها، يحصل عندي عدم استقرار اجتماعي، ولو مصر ما استقرتش اجتماعيا المنطقه تبقى راحت. تمام. ده تحدي. دكتوره بسنت، اهميه طرح هذه المحاور وهذه القضايا الاربعه على الكونجرس ايه؟ شوفي حضرتك، يعني عشان الناس ما تفهميش غلط، انت بتروحي تكلمي ناس من النادر ان تسمع عنها. انا ما فهمكيش غلط ابدا، بس انا عايزه توضيح للمشاهد. يعني الناس هناك اخر الكره الارضيه عندهم مشاكل الكره الارضيه كلها. اي مصر دوله مهمه طبعا، بس هم عندهم قائمه كبيره قوي من الاهميه. فلما تروحي بنفسك وتقعدي تتكلمي وتشرحي وتطرحي لهم كده، وتقولي لهم الحلول وازاي انت مستعده تتعاوني، وعملنا وعملنا وسوينا وقوانين وتشريعات ونظم، وتقعدي تحكي الموضوع الطويل ده وتديهم ورق ونسخ. تمام. لان هم مش فاضيين. اي تديهم كل اللي انت عملتيه، وتقولي ان انت مستعده تتعاوني اقتصاديا معاهم ومع المنطقه كلها. تمام. بما فيها اسرائيل، وفي نقط مهمه عاوزين يسمعوها منك عشان ما يعرفوش يسمعوها من الميديا، لان واحده قالت الكلمه الحقيقه وانا قلت لهم شفتوا بقى. قالت احنا بقولها بتجيب الكلام ده منين؟ قالت لي من الميديا بتاعتنا احنا. تمام. قالت لي احنا مش هنقعد ده، لكن عندنا ناس بتجيب البيانات وبتفرقها فكان لازم تروحي توضحي وشوفي بقى. توضحي بنفسك، ده مهم قوي. وشوفوا كمان بتتكلمي ازاي وازاي انت فاهمه يعني عفوا عندك خبرات كبيره ومشرفه يعني. طبعا. ان شاء الله نرتب مع حضرتك حلقه نتكلم باستفاضه عن هذه الزياره ومحاور اخرى. بس لكن دكتوره بسنت، الزياره لليوم الثاني ل ولي العهد للقاهرة، وفي الأخبار كلها طالعة، وحضرتك شفتي النهاردة تفقد مشاريع اقتصادية، بنتكلم في قناة السويس وبنتكلم في إسماعيلية. الأهمية الاقتصادية إيه؟ الحاجة التانية، مشروع مدينة نيوم، أعتقد أنه محتاج شرح للمواطن. إيه المشروع ده؟ ده مشروع كبير قوي بيجمع بقى. خليني أبتدي بدري شوية، أرجع لورا.
اتفضلي. انا كنت من يومين زي ما حضرتك عارفه في رحله لبلد اسمها بلد هي قاره. 50 دوله متحدين مع بعض عاملين تعاون وتكامل اقتصادي. ايوه رهيب. ايوه شوفي 50 دوله حطي عليهم كندا والمكسيك عشان النفطه. يعني عندك قاره ونص عاملين دوله. ايوه احنا هنا متقطعين خالص. فانت بداتي السعوديه اكبر دوله في المنطقه كناتج قومي مالي كحجم اقتصاد كثروات، ومصر اكبر دوله وانا بقولها بصوت عالي. ايوه عندها فرص استثمار مش في المنطقه في العالم كله. ايوه عندنا مناخ لم يحدث. تمام عندك ثروات محدش لسه لمسها سواء كانت الذهب ولا الغاز ولا البترول ولا الزراعه عديتي زمن جاي. عندك سياحه ما حصلتش في اي بلد في الدنيا. بس محتاجه تتعاوني زي ما هم عاملين قاره كده دوله، انت كمان محتاجه تتعاوني فيما بيننا ونعمل الاول تعاون اقتصادي ثم ينتهي هذا التعاون الاقتصادي بتكامل اقتصادي. تمام ده بقى في اهميه زياره النهارده. بدانا بتعاون اقتصادي باين قوي وبعد كده نبتدي بالتكامل، تكامل لسه شويه لانه هتاخد بعض الوقت. لكن ما اجي اقول المشروع اللي حضرتك قلتي عليه ده مشروع من ثلاث دول، المملكه الاردنيه الهاشميه، المملكه العربيه السعوديه ومصر. مصر قلت تقريبا اعتقد النهارده 1000 كيلومتر. على اساسك هتعملي مشروع ضخم جدا. صحيح انا لسه قاريه الخبر حالا. أيه. فاحنا مضينا الحقيقه وان شاء الله ما نشوف حضرتك حاجات بكل التفاصيل كمان. لكن دي اول خطوه كبيره في المنطقه على التعاون الاقتصادي اللي ممكن يؤدي الى تكامل اقتصادي فيما بعد. الخبر بيقول انه مشروع سعودي مصري هيعيد تشكيل خريطه السياحه العالميه. بالظبط. أيوة. لانك انت ما بقيتيش بقى كل بلد والاردن، كل بلد لوحدها، لا احنا بنعيد تشكيل الخريطه. وبعدين في موضوعين مهمين قوي ان شاء الله. موضوع رحله العائله المقدسه وموضوع خروج اليهود من مصر. أيوة. الرحلتين دول حضرتك يغيروا تاريخ السياحه.